التقرير ده فيه أسد ومذيعة وسور، بس للأسف السور فيه فتحات. ملك الغابة كان حاسس بالغيرة لأنهم بيتجاهلوه، وكانت عنده الشجاعة إنه يعبر عن شعوره بالغيرة. عشان كده حاولوا مرة تانية. أيوة، الأسد لسه مش مبسوط. يمكن كان المفروض يصوروا بعيد عن الأسد. انتوا أدرى. الغلطات ممكن تحصل لأي حد فيه.